مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينالا. كما تشوفوا في ليزافيش الخاصين بليبرتا فواياج عندنا برشا جديد، دونك للناس اللي تحب تمشي تعمل عمرة فما برشا ديدات كما تشوفوا فيهم. فما رحلات أنا باش نقراهم التليفون ديزولي، دونك فما رحلة من نهار 6 فيفري نهار 20 فيفري، من 9 فيفري ل 23 فيفري، من 13 فيفري ل 27 فيفري، من 16 فيفري ل 1 مارس، من 20 فيفري نهار 5 مارس ل 23 فيفري ل 8 مارس، ومن 27 فيفري ل 12 مارس. وكما العاده ديما نقول لكم على ليبرتا فواياج، الذهاب باش يكون من تونس للمدينه والعوده ان شاء الله باش تكون من جده لتونس. اكثر معلومات بيان سور تلقاوها بعد شويه. كيف كيف للناس اللي تحب تمشي لتركيا، فما رحله لتركيا باش تكون فيها ليله في بورصه وليله وخمسه ليالي بلوتو في اسطنبول مع دو اكسكورسيون غراتويت من هدايا ليبرتا فواياج. الرحله هذه باش تكون انطلاقا من نهار 2 فيفري لنهار 8 فيفري، كانت ب 2.99 دينار ولات بمليون و 799 دينار. بروفيتي كيما مكتوب على خاطر سيت اون فونت فلاش، دونك لازم اللي يطلب لول هو اللي يربح الرحله ويربح الغميز الموجوده. والناس اللي تحب تمشي ان شاء الله البرازيل عندهم رحله باش تكون ان شاء الله في شهر فيفري، مع في شهر مارس بليتو، باش يكون في 10 ايام و9 ليالي، رحله ب 5.390 دينار. اذا كان تطلبوا قبل نهار 29 فيفري عندكم روميز 300 دينار على الشخص الواحد. بيان سور بعد يقول لكم البنات شنو تطلبوا وين تتصلوا بليبرتا فواياج باش تعرفوا اكثر تفاصيل على رحله البرازيل. الجديد جديد فما زاده في تونس للناس اللي تحب تمشي تعمل دوره في تونس، فما رحله في فيفري تمشي وتعملوا سيركوي في الجنوب التونسي في مطمطه ودوز وتوزر. الرحله هذه باش تكون ب 350 دينار. اللي تشوفوا فيها هذه راهو رحله مارس اللي كانت 390 دينار، معناتها تحبوا تمشيوا للسود في فيفري تدفعوا 350 دينار، في مارس تدفعوا 390 دينار. اكيد فما علاش الزياده نتاع ال 40 دينار، تمشيو لمطمطه ودوز وتوزر. اكثر معلومات على الرحلات هذوم الكل، العمره واسطنبول وريو، معناتها تمشيو للبرازيل وتمشيو سيركوي في السود نتاع تونس، تطلبوا تتصلوا بال 71 90 56 56 والى ال 20 782 782 والى 29 400 957 والا لي سوبور ديجيتون تاع ليبرتا فواياج اللي هما نبداو بالفيسبوك. تدخل فيسبوك تكتب ليبرتا فواياج تخرج لكم الباج نتاعها، تلقاو لي بوبليكاسيون نتاعهم الكل، تلقى لي ديستيناسيون الكل وين الرحلات هذيا متجازده. كيف كيف تدخل جوجل تكتب ليبرتا فواياج يخرج لكم السيت ويب نتاعهم اللي هو سيت ياسر ديفلوبي وياسر متقدم، تلقاو فيه لي انفورماسيون الكل، لي ديستيناسيون، لي مود دو بايمون، كيف فما كيف فما تقسيط، وزاد كيف كيف اسعار الرحلات وين الرحلات هذوما والدات نتاعهم. اي وي، دونك ميرسي بوكو البنات، وما تنساوش افيك مسيو كاليتي فما كان دي بون كاليتي. احنا تويكا باش نحكيو قانون، بحثنا الاستاذه انتظار السنوسي. مرحبا بك استاذه. يعيشك. اليوم باش نحكيو على كيفاش وسائل الاتصال كانت سبب في ارتفاع نسبه الطلاق. هو الاسباب في الطلاق، ما نقولوش نسبه الطلاق، مع تولد عامل من العوامل هذه للاسف. نشوفوا كيفاش وعلاش وكيفاش نجم تضمن حقك. كما قبل نرجع بحذا للشيف. بارك الله فيك يا فاطمه ومرحبا بضيوفك. احنا هنايا فاتن تحضر في الكافتاجي وانا ترجعوا لي باش نوريكم شو قاعده نعمل. الوغ التسطيره اليوم ناخذوا خيط جرينه فلفل قليتهم ومن بعد شقيتهم، نحيت لهم الزريعه، ومن بعد نقصهم بالطريقه هذه. نجي نقصهم هكا بالطول ونسطرهم كما سطرت اللي قبلهم. ناخذ الفلفل هكا نقصوه بعد ما قليناهم وقشرنا الفلفل بيان سور، نحينا الزريعه، سطرناهم هكا بالطول ومن بعد نقصوهم هكا، يبداو سهلين. فوالا هذايا بالنسبه للفلفل. بالنسبه للطماطم خديت طماطم كعب قصيتها اشتار، سخنت القلايه حطيت فيها الزيت زيان، حطيت الاشتار نتاع الطماطم على القفاء ومن بعد قلبتهم قليتهم قشرتهم وحطيت ثوم وملح وفلفل اكحل وتابل. بعد ما قشرت الكعبات الطماطم كي تقلبهم اوتوماتيكمون القشره نتاعهم تتنحى. الوغ الطماطم طريه كلها هكا نشدو نسطروها بعد ما نقشروا كل القشور نتاع الطماطم، يتهزوا سهلين راهم، نعملوهم هكا نسطروهم فيها الرفاح نتاعها الكل اللي هو كيما قلت لكم ملح وفلفل اكحل وشويه تابل والثوم اون لاميل، والثوم
مرحي، نحطوه فوق الفلفل، نخلطوا اكل فلفل وطماطم مع بعضهم، ونفقسوا على الكونتيتي هذه جوست 3 كعبات عظم اكاهو، كيف كيف نسطر العظم، ومن بعد نخلطوا مع الفلفل والطماطم. لا هي التصطيره نتاعنا حضرت حاجه سهله غابيد وفي ساعه تحضر. وبنينا سورتو مع الحوت، اليوم اخترت كعيبه بوري باش نعملها نقدمها مع التصطيره نتاعي. هذه توا التصطيره حضرت. ميرسي فاتني عايشك. انا هوني عملت عجينه تاع بيتزا فيرينا سبيسيال بيتزا اللي هي ماء بالما فيرينا عرطل فيرينا، نحط نص لتر ماء والا 300 ملي. انتم هو الرخف نتاعها، باكو خميره سمارت شيف، نعجنها نخليها تخمر، انا خليتها تخمر. توا نجي نقسمها على اثنين، وحضرت البصل اللي هو الاخضر بركه، الحشيش الاخضر نتاع البصل اللي اون جينيرال يعيطولو سيفي. وقت اللي تلقاو سيفي راهو ماهوش حاجه خارقه من معناها خارجه على الحاجات اللي نعرفوهم، راهو الحشيش الاخضر بتاع البصل هو اللي اسمه سيفي، يقول لك حاجه طايبه ويقول لك اشري سيفي وقص وقدو، وهو جوست الحشيش الاخضر بتاع البصل. يجي به خبز، يجي برشا حاجات بنان ياسر، احنا في تونس ما نستهلكوهش برشا، لكن راهو نقول معناها نقول لكم راهو يتباع البرا، يتباع وحده ما يتباعش مع البصل نتاعو. احنا عندنا لا شانس اللي في تونس يتباع البصل بعروشه، معناها الخضار جست قولوا ما تقصليش البصل نتاعي، خليه لي كيما هو، وتعملوا به النوعيه هذه نتاع الخبز اللي اتو تشوفوها كيفاش باش تطلع. هذا نحليته بالقدا في الطبق، جيت للبصل نتاعي حطيت فيه شويه جست شويه زيت زيان اللي بالكليل، وقليته مع شويه ملح اكاهو هذاك اللي حطيته. توا نجي هو الذبال، نجي نصب القلايه نتاعي الكل فوق الخبز نتاعي اللي حليته، وعندي جبن مرياح، انا خذيت السيسيليان والموتزاريلا ربيتهم مع بعضهم، نحل هذايا نطرحه فوق الخبز نتاعي بالقدا حتى لين يمس الحراف الكل، ومن بعد نجي ناخو جبن نرشله على وجهه الكل، نحل الورقة الأخرى فوق الرخامة بتاعي ونغطي بها الخليط هذا الكل، وبعد هي تخمر وأنا نشقها كروات، كوشتي تسخن في الماكسيموم كيما باش نطيب بيتزا، ندخلها الكوشة. ألوغ أنا باش نحل الورقة الثانية فوق الرخامة ونوريكم كيفاش باش نغطي بها كي تخمر، نوريكم كيفاش نشق الخبزة بتاعي تزوز للكوشة في كوشه سخونه ماكسيموم كي تخرج تاكلوها. جبنها ذايب بنينه، ومطعم الاخضر نتاع البصل حلو ماهوش قاسح بالكل، حاجه بنينه وممتازه. فاطمه نعطيك الكلمه وترجعوا لي من بعد. مشكورات للشيف. احنا تويكا باش نحكيو قانون كما قلت لكم للناس اللي عندها مشاكل باغ انترنت، شوفوا الحل مع الاستاذه انتظار اسنوسي. هت ساعة نحكيو اسكو بالحق معناها بالانترنت ولات فما مشاكل تنجم تجي لي كوبل يفسخوا الخطبه ويوصلوا للطلاق وبرشا حكايات. مشاكل كبيره. اه بون. مش فما كهو، فما بكميات كبيره وباحصائيات كبيره. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والا العالم الافتراضي والا السوشيال ميديا خرج من العالم الافتراضي ودخل الى الواقع، دخل في حياتنا في عائلاتنا في اولادنا. العالم الافتراضي هذا او مواقع التواصل الاجتماعي كيما الناس ولات تتزوج بهم، تكون هي معناتها مواقع للتواصل وللزواج، تكون هي كذلك سبب من اسباب الطلاق وسبب كبير وباعداد وباحصائيات مرتفعه ومرتفعه جدا في يومنا هذا اليوم في تونس. باهي يا خو بيه معناتها نقولوا احنا الحاكم. ياخو بيه الحاكم ياخو بيه. شنو 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 الحكايات؟ كيفاش كيفاش؟ هي احنا عندنا ثلاثة أسباب من أسباب الطلاق، إما طلاق بالاتفاق أو طلاق إنشاء إنشاء أو طلاق للضرر. للضرر يعطيك الصحة، يدخل في مربع أو في خانة الطلاق للضرر، هو سبب من الأسباب. ينجم نصنفوه في باب الخيانة الزوجية. كيف ذلك؟ يعني أنه الزوج أو الزوجة يربط علاقة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون العلاقة هذه إما بإرساليات قصيرة أو مطولة عن طريق تبادل إرساليات بين الزوجة أو الزوج وطرف آخر خارج إطار الزواج، وعن طريق تبادل الصور
وعن طريق تبادل مقاطع فيديوهات وتتكون علاقة افتراضية. ومن العالم الافتراضي طبيعي أنه المسار الطبيعي نتاعها أنا مش تخرج من الشباك إلى العالم الكبير إلى العالم الواقعي. تقولي أنت كيف توصلوا هذايا للمحكمة للقضاء؟ احنا ماذا نقول؟ احنا نقول العلاقة الزوجية هي احترام، هي أمانة، هي مودة. يعني الإنسان اللي ولا المرأة ولا الرجل اللي متزوج قانونا وواقعا ومجتمعا وتقاليدنا واخلاقنا يمنع عليه ان يربط علاقه جانبيه خارج اطار الزواج. ان المراه تربط علاقه افتراضيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون هناك نقاشات وارساليات غراميه تنجم تكون حتى الى صور خليعه تنجم تصل الى فيديوهات خنائيه الرجل او الرجل او المراه بطبيعة تصور هك تخرجها من العالم الافتراضي هذاك وتتحط على سوبور وتنقل الى المحكمة عن طريق معاينة بواسطة عبد المنفذ وعن طريق خبيرة فيها الحكاية عن طريق معاينة بواسطة عبد المنفذ لتلك الارساليات ولمقاطع الفيديو بطبيعة درجة الحدة نتاعها مش تكون معناتها او صور عادية بد ان تكون صور على درجة من الخطورة اللي تمس بالرباط الزوجي وبالعلاقة الزوجية وتمس بالامانة وبالثقة وبالاحترام خاصة لانه الخيانة تنجم تكون بالكلام تنجم تكون بالنظر تنجم تكون بالتصرفات تنجم تكون يعني عن طريق تبادل وتخرج بالطبيعة هي العلاقة تبدأ في العالم الافتراضي وتخرج إلى العالم الواقع. الخارجي وما عندهاش حتى مسمى آخر ما تتسمى إلا خيانة زوجية وبالطبيعة تقولي أنت المحكمة هنا كيفاش صحيح على خاطر هنا افتراضية احنا نعرفوا اللي في القانون معناتها ما تنجم تفرض على معناتها تقول المرأة هذيك خانة الراجل كان بزوز شهود وكيف كيف الراجل كيفاش لهنا وحكاية الخيط ولا شنو دونك هنا كيفاش تنجم تقولي تصويرة وفيديو هذاك سينطلق أي هذا هو التعريف الشرعي وربما الشرعي الديني للزنا بالضبط مفهومه الديني نتاعنا. احنا ماناش نحكيو على زنا بالمفهوم الديني ونحن لسنا في علاقه فرق بين زنا هي تنجم تكون خيانه مس من اعتبار الزوج او الزوج شمتك. مس من كرامته وانك تمس من كرامه الزوج او الزوجه او تمس من الرابطه الزوجيه ذلك الرباط المقدس الاسره العائله احترام الزوج لزوجته يعني الاحترام هذا وقت اللي يمس من معنوياته يمس من الكرامه يعتبر ضرر ان يكون ضرر حاد وضرر كبير او ضرر صغير او ضرر يعني معتبر ينجم يكون معناتها فما وصلت في قضايا كبيره صور خليعه تبادل صور خليعه تبادل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح هي مغلقه وليست للعلم ولكن عندما يكتشف الزوج او الزوجه وجود الحقيقي لهذه العلاقه الافتراضيه على شبكه التواصل الاجتماعي تنجم تكون سند وسبب للقيام بطلب الطلاق للضرر وبطبيعه المحكمه هي لها السلطه التقديريه ديما هنا فاطمه نرجع الى دارج الاحوال الشخصيه اجتهاد القاضي في تقييم يعني قيمه الضرر هذاك اذا راه يمس من الرابطه الزوجيه عنده تاثير على الرابطه الزوجيه عنده تاثير على الاسره والا لا وتبقى التقدير للمحكمه. وي روسي بونجور استاذه مرحبا بك وهوني القضيه نتاع الطلاق في معناتها في السوجي هذايا نفسها هي نفس القضيه معناتها قصدي تتعدى بنفس المراحل خاطر نعرف لي فيديو كما انت قلت لازم كل الجمهوريه معناتها وفما ساعات يقول لك لي فيديو هذوكم تروكي ولا لا معناتها ديما الطرف الاخر باش يحاول يدافع هوني فما معناتها شكون يثبت من صحه لي فيديو هذوكم ولا التصاور هذوكم ولا في القضيه معناتها ناخذوها بعين الاعتبار لي ديتاي هذوما. هو شوف هو اي قضيه نتاع طلاق الضرر تتبنى على حجج وعلى ادله وعلى براهين تقدير قيمه الحجج فما ناس تجيب شهود فما ناس تجيب كما قلت سي دي ولا فلاش والا اي سبور معناتها مادي يقدم الضرر هذايا تنجم المحكمه هنا تعاين وتثبت وتتقدر وتخترق صحة السيبور هذيك أو صحة المعلومات وصحة الحجج وصحة الأدلة إن درا مؤكدة نجم تكون كما قلت أنت فيديوهات مركبة نجم تكون صور مركبة ولكن اليوم وصلنا إلى درجة من الحرفية والحنكة وربما على درجة عالية من الفنيات أنه يقع التثبت
في صحة هذه المعلومات وهذه المؤيدات التي ترتكز عليها قضية الطلاق وتنبني عليها قضية الطلاق، وبالطبيعة فما اعتراف من الزوجة أو الزوج، فما إنكار نجم الزوجة ولا الزوج يصادقوا على وجود تلك العلاقة الافتراضية، يقول لك لا حكاية فارغة وأنا والله نشاتي معاه، والله علاقة صديقة، والله ودايغ موجود هذايا، يقول لك لا العالم الافتراضي هذايا ما يكونش هو السبب وموش حجة قاطعة ودامغة في إيقاع الطلاق، لأنه الرابطة الزوجية رابطة وصديق يعني حاجة كبيرة، مش للدرجة يقول تتدردع وتتكسر وتتهد بمجرد صورة والا بمجرد فيديو. شوف احنا نقولوا سيتان بروسيس راهو هي معناتها تتالي الاحداث والتبعات، اكيد انه العلاقه الزوجيه تتعكر وتتوتر وفما خلافات بين الزوجين، مش الراجل يكون راقد يقوم يصور تصويره مرته ويقدمها للمحكمه ويقول نبني عليها قضيه طلاق، لا بعديد انه لابد ان تكون فما مقدمات بريليمينير، يعني فما مقدمات لتشنج العلاقه الزوجيه بين المراه والراجل، ثم ننتهي الى انه نقدموا الحجج والبراهين هذه. وكما قلت لك اليوم المحاكم التونسية ودوائر الأحوال الشخصية حكمت في عديد القضايا اللي بنيتها على خيانة على شبكة التواصل الاجتماعي، كانت سبب من أسباب الطلاق، وصدرت اليوم أحكام، وقاعدة المحاكم التونسية قاعدة تنظر في عينة من هذه القضايا، واليوم فاطمة قاعدين نشلو يعني أنا وقت اللي نقول أسباب جديدة، أسباب جديدة ما كانتش موجوده في السابق، هذايا معناتها تطور العالم التواصل الاجتماعي وتطور العالم الافتراضي والسوشيال ميديا، هذه كانت هي سبب جديد لنمو ولارتفاع نسب الطلاق في تونس. ديما تبقى تونس راهي في المرتبه الاولى، وديما الاحصائيات للاسف مرتفعه 30% كانت. والله ايش نقول لك، هي فاتوره حريه المراه، فاتوره التعليم، اليوم قاعدين ندفعوا انه المراه في الدول العربيه ما تطلبش الطلاق، اليوم المراه في تونس من حقها انه تطلب الطلاق، يعني مش على خاطر احنا العائله التونسيه، يعني بالعكس احنا اليوم نحب ونثمنوا العائله التونسيه وتبقى العائله التونسيه هي النواه الاولى، هي الاسره، اليوم المراه واقفه على صغارها وعلى دارها وعلى قرايتهم، ولكن اسباب الطلاق لابد ان تكون اسباب معتبره، منها العنف المسلط على المراه، فمن برشا اسمعتها يكون سند في اسباب الطلاق، وهالتواصل الاجتماعي هو شوف الحاجات بلوتو ماهوش سبب من الحاجات، ولكن احنا نقولوا انه اليوم المحاكم التونسيه حكمت في قضايا الطلاق، اليوم القانون احنا توا ساعات نضحكوا نقولوا القانون قاعد يواكب هذا التطور السريع، اليوم عندنا التدليس الالكتروني، عندنا الثلب على شبكه التواصل الاجتماعي، عندنا التحيل على شبكه التواصل الاجتماعي، عندنا اختراق المواقع والسرقات، سرقه البنوك على مستوى بالطبيعه احنا القانون لازم يتجدد حسب المشاكل، هو قاعد يجري القانون قاعد يجري خاطر نسق سريع لازم يواكب. نشوفوا صفيه عندها سؤال في الحكايه. انا حبيت نحكي لك استاذه ساعه، مرحبا بك، حبيت نحكي لك حاجه من الفيكو، انا كنت نهضر في برنامج اجتماعي وجاتنا قضيه هكا نتاع كوبل فاطمه، هي فيها متشعبه نوعا ما، اللي المراه حبت تبتز راجلها بصور خاليه على فيسبوك، وهو كما نقولوا احنا بعثت له طفله انفو بروفيل، وطفلة حتى تصور ماهمش تاع الطفلة بالحق، وراجلها يتبادل في صور خالية. صدقني هذا نفس بالحق والله ما قوينا على خاطر فما خبث في الحكاية، خبث على الراجل اللي حب يطلق للضرر مش انشا حتى للضرر، وطلبت عليه غرامة مالية كبيرة برشا، قالت له كان ما تطلقنيش يعني وتعطيني الغرامة هذيا راني باش نشكي بيك ونفضحك في تونس كاملة، وهو راجل دان سارتان نيفو ومن مليو معين، فهمت، خاف فعطاها الفلوس وطلقها ولا خبث لهنا لي فو بروفيل كما كنت تحكي غوسي بالحق، فما راهو تكتيك كبير، فما شبكه كبيره الدور في التطور التكنولوجي هذا، على قد ما هو بوزيتيف على قد ما يرجع علينا بالنيجاتيفيتي نتاعو زاده. هو هذا نخرج ربما من الطلاق نمشيو معناتها المواقع التواصل الاجتماعي اجمالا، اليوم راهو الفيديو تروكي والا لي كوت بين والا الصور المركبه، اليوم هذا نخرج مركبه استاذ بالحق، معناها خذيت الكونت نتاعو تبعث له فو بروفيل ان فو بروفيل والا فيديو تروكي ولا تصويره مركبه على تصويره والا معناتها نقولوا احنا فيسبوك مش نتاعك انت، يركبوا يحطوا تصويرتك وينسبوه لك انت وينجم يعمل به حتى مشاكل لك انت وباسمك انت، هذا موجود، هذوما الكل خرجنا من الشخصي وخرجنا من المدني الى الجناحي والى الجزاء، اليوم على مستوى وزاره الداخليه على مستوى الأمن على مستوى الأبحاث فما طرق فنية تكنولوجية اللي نجموا يكتشفوا ويخترقوا ويعرفوا شكون يعني هو المسير وهو المالك لهذا لهذه الصفحة، خاصة على معناتها الفيسبوك اللي ينجم ينسب لك دايوغ ينجموا يعملوا لكم حتى لكم انتوما معناتها صفحات وهمية ويتحركوا بها، لكن على مستوى وزارة الداخلية فما يعني وسائل فنية وتقنية عالية جدا على درجة عالية من الحرفية ويكتشفوا بها، ويقع
النقاب هم على مستوى حتى على مجلة الصحافة راهم موجود اليوم أنه يقع اكتشافهم ويعاقبوا من يستعمل الفو بروفيل هذايا الحساب الوهمي الفيسبوكي الوهمي أو حتى على تويتر ولا على أي حساب من الحسابات يعني الافتراضية ويقع اكتشافه بتبيع بسهولة لا ما نقولوش بسهولة ما نقولوش بسهولة فما تقنيات لكن عندنا في تونس مهندسين على درجة عالية اللي نفتخروا بهم واللي قاعدين يكتشفوا ويخترقوا مواقع التواصل الاجتماعي تقولي أنت ابتزاز هذه جريمة مستقلة ومن يبتز يخلص الفاتورة وموجودون اليوم ونظرة الدوائر الجزائية لأنه عن طريق حوارات وإلا صور وكابتور ديكران وصور نظرة الدوائر الجناحية في استعمال الصورة واستعمال يعني المواقع هذه وفما عقاب جزائي بالسجن الإنسان اللي يهدد الإنسان اللي يبتز الإنسان اللي يستعمل الوسائل هذه في الحصول على مال احنا خرجت مطلق إلى ولكن الكل يصب في بعضه يعني هذا العالم الوهمي هذا العالم الحقيقي لأنه خيط رهيف ما بين العالم الوهمي والعالم الحقيقي لكن فما عقاب جزائي من يستعمل هذا اللي في بروفيل هناك عقاب جزائي ويعاقبوا فما حتى عقوبه بالسجن. مشكوره استاذه انتظار السنوسي على المعلومات هذه الكل دونك اعمل فيسبوك على ابو شويه لودو ولا ابو حكايه هكا اختك بلاد شاد ونرجع بحثة للشيف. مرحبا بك فاطمه مرحبا بضيوفك احنا هنايا نشوف في فات متزين في هالتستيره هذه والكافتيجي اللي عملته. الوغ الوغ ماني وريتهم قبيله كيفاش خلطت التستيره كيفاش سطرتها أيوة. كيفاش حطيتها توا وقليت كعبه الحوت حضرت لها كعبه فريت زاده وباش نحطوها توا حاضره للفتور حاضره للفتور هذه التستيره نتاعنا فاميليال هذه نحطوا عليها عظيمه هكا ونحطوا لها الفريت نتاعها على جنب ولا هو الفطور احضر طلعت التستيره مزيانه شبابه يعيشك فوالا سي التستيره نتاعنا حضرت ميرسي يا فاتن انا هوني عندي الخبز نتاعي خمر اللي قلت لكم حطيت فيه البصل المقلي هذايا الاخضر بتاع البصل الحشيش اللوطاني الاخضر وقليته في شويه زيت زين بالكليل وفرشته فوق الخبز تبقى خبز ملوطه وزدت فوقه جبن مرياح الموتزاريلا والسيسيليا غابي الاثنين وحطيتهم فوق ونجي بعد الخمر ونشق الخبز متاعي هكا بشويه بكريمه والا بسكينه والا كيما تحبوا انتم باش يدخل في وسطه التياب دابوغ وثانيا باش يلقى فرصه باش يتنفس وسطه ما يفيدليش على جناب نجي نقصه هكا براجة براج مربعات باش من بعد حتى كي يجيو ياكلوه صغيرات هما يجبدوا وكل الجبن اللي يبداو يستناو فيه الصغار يبدا سايل هذاك اللي يحبوه الوغ كي تشقوه هكايا كل صغير يجبد مغصو يسيل الجبن ويجي معاهم يبداو فرحانين بها خاطر يشوفوه كيما يشوفوه في الببليسيتي ويشوفوه راهو هذايا دو غيال ماهوش ببليسيتي بالكل هذايا الجبن نتاعنا يسيل كيما يشوفوه في التصاور الوغ هذايا توا كوشتي سخونه في الماكسيموم اللي هي 250 درجه باش نحطو يطيب مده 15 دقيقة ومن بعد نتبعوا البقية مع بعضنا.